السلام عليكم اخواني اخواتي متابعي قناه ابارتمون فاس، حياكم الله، عدنا لكم من جديد. ابارتمون فاس كتواجد الان في واحد الشقه اللي كتواجد في شونط كورس. هذا الموقع شونط كورس معروف في مدينه فاس. غادي نشاهدوا واحد الشقه اللي كتواجد الطابق الرابع، غادي نشوفوها، شقه ممتازه غادي تشوفوها معايا، وانتم غتعطوني يعني الاراء ديالكم. خوتي الان كتواجد الان في الصالون والسيجون اللي كتشوفوه معايا. وهذا هاد الشقة هذه المساحة ديالها 167 متر اللي كتواجد في التيد. الدار كبيرة ما شاء الله عليها، والدار كاملة أرخام. هذا السرير هذا يعني صوب كل ما كتحتاج هاد الشقة هذه، ما عندهاش ديزافي كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غيكون سوبر مارشي، هذه قريبة من البارك ديال بريستيجيا اللي معروف هنايا في شونط كورس. وهاد القطعة هذه اللي قبلتنا ديال جامع، فيها ثلاثة ديال البيوت اللي كيفما غتشوفوهم معايا إن شاء الله. كيف ما قلتلكم أنني كتواجد في الصالون والسيجور اللي مفروقين غير بالقبس، داير صالون والسيجور وداير يعني القبس ستيل أوروبي مداهمش البلدي. لي سيفورت كيتواجدو في السقوفة، وكذلك داير هنايا في الدخلة هذه، راه الدخلة ديال الباب الرئيسية، فيها لاسانسو، فيها باركينغ ديال الطوموبيل. سمحوا لي، كاين لاسانسو، هذه الدخلة الرئيسية، فيها لاستالاسيون ديال التلفزيون بجوج ديال الجهات، جهة جاية أونفاس مع الصالون، وجهة عاوتاني جاية في السيجور. هذا الديزاين جاي هنايا مزاول. تهما بهذا لي سيكون الصغار، يعني كل واحد وشنو بغا يدير في الديكوراسيون ديالو. الصغار ولا شي رقم مكتوب عليه هي سيسيليا اللي فيها هاد اللون هذا جاي ممتاز، عطي اضاءة زوينة للدار. هادي البيس ست، يعني مازال فوقها ثلاثة ديال الابارتمات. هذا السيد صوب ليها هاد الديكوراسيون على الدوق ديالو، كان غادي يسكن فيها ساعة كلشي مكتب الله. كاين الحمام اخوتي اللي كبير اللي فيه كيف ما كتشوفوا معايا الدوش والصالون قدامكم بالجاج، فيها التواليت وفيها الوضاية، وحتى هي برخام. هنايا غادي تجي شي طبلة مونجي تجي مزيونة، حيت قبلت الكوزينة، وحتى هي فيها واحد ديزاين كيف ما كتشوفوه معايا. كاين اخوتي هنايا فاسك جاي في القنت، مازال ما راكبش ولكن فيه لانستالاسيون ديالو. ونشاهدو الكوزينة هي الاولى، الكوزينة جاية مزيونة اللي فيها البلاكارات من الفوق وبلاكارات من التحت، بالإضافة أنها فيها بالكون في الكوزينة، عنده شميشة داخلة حتى داخل الكوزينة، وفيها لاهوت ديالها وكويزينيير حتى هو وفران. دابا كيف ما كتشوفوا هادشي اللي ولا في السوق، هذا البالكون اللي عنده الإينوكس جهة طالعة للفوق والجهة أخرى. هذا البالكون هذا كتشوفوه معايا، الإطلالة ديالو جاية على الشارع الرئيسي اللي كيطلع للبارك ديال بريستيجيا، وكذلك لأكدال كلينيك أكدال. وهذا هنا عاوتاني كاينة طريق كتطلع وكتهبط لقنصلة فرنسا. البالكو فيها كبير اللي عنده السرجم ديال الصالون، الإطلالة ديالو جاية من تما. وهنايا كاينة لانستالاسيون ديال الشوفو اللي بغا يديرو هنايا، حيت قريب الكوزينة أو الماكينة ديال الصابون. ونمشيو نشوفو البيوتا اللي كبارين جايين في الصالة الثانية ديال الدار. هذا البيت الأول، هي المركب مشمش. دابا هادي حوالي 5 دشية حنايا كناخدو لي فيديو. هذا البيت الأول اللي فيه بلاكا، البلاكارات كاملين مغلفين من الداخل، كتشوفو بعينيكم.
وفي السراج الكبارين ديالها، يعني حتى الا كنتي جالس في قلب البيت غادي يبان لك الفيزافي، وحتى هو كذلك البيوت فيهم لاستراسيون ديال الكليما وكذلك ديال التلفازه وديال الانترنت. هذا البيت الثاني بحالو، يعني بحال البيت اللي شاهدنا دابا، عنده نفس الاطلاله وفيه حتى هو البلاكار، نفس التصميم ديال البلاكارات ديال البيوت كاملين بحال بحال. الشميشه شفتوها معايا يعني في الصالونات وحتى في البيوت، بحيث ما عندهاش بيزافي ما كاينش اللي غادي يغطيها. هذا البيت ديال لي بارون، بيت كبير. شوفوا المساحه ديال البيت كبيره، يعني كل ما درتي في بيت نعاس غادي يتهز. وفيه حتى هو البالكون جوج ديال السراج كبارين، وحتى هاد بيت نعاس فيه لي سيبوط مزيونين جايين في السقف، وفيه بلاكار. يعني الا غادي يدير بيت نعاس هنايا غتبقى له اسباس يدير عفاني حاجه اخرى. وفيه جوج ديال السراج كبارين داخل الشمس، وجوج ديال الفرصادات فيها جوج ديال الفرصادات. هذا البالكو وهذا السرجم، هذا السرجم حتى هو عنده الاطلاله جايه مزيونه. وجاي في قلب السنتر فيل، يعني كل شيء قريب لك. الكليماتيزرات كيف ما قلت لكم كيتواجدوا حتى هما في البيوت. نشاهدوا الحمام الثاني اللي في قلب البيت، عندنا ما شفنا الحمام الاول. هنايا كاين الحمام، هذا الحمام كامل كيف ما شفتوه، فيه طواليت والحمام وكاين والضياع، كاين واحد الفاسك. وشتو اخوتي كامله برخان. بعد ما شفتوا معايا دابا الدار كامله اللي فيها ثلاثه ديال البيوت وجوج ديال الحمامات، وشاهدتوا معايا هذا البيت ديال النعاس اللي كبير يعني ومبهج، غادي نهبطوا لتحت باش نوريكم المدخل ديال هاد العماره. فيها جوج ديال الاسانسورات وفيها الباركينغ ديال الطوموبيل. وكيف ما قلت لكم انها كتواجد في قلب سونتر فيل اللي هو شونت كورس. ودابا خوتي غادي نهبطوا لتحت نشاهدوا الدخله ديال الباب، وكذلك نشاهدوا الاسانسورات اللي قلت لكم بجوج. الثاني نهبطو مباشرة نشوفو لتحت. الشقة البريستاد الكامل فيها على بركة الله. هذا هو المدخل ديال العمارة اللي حتى هو لتحت كيف ما كتشوفوا معايا، الاسانسورات واصلين حتى الباركينغ لتحت. هذه الهبطه ديال الباركينغ، لا اسمحوا لي ماشي هذه الهبطه، كاينه من هنا هي هذه، هذيك هي الهبطه. وهذا هو المدخل الرئيسي ديال هذه الشقه هذه. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا الشقه كامله اللي فيها 167 متر في التيتر، وكتواجد في الطابق الرابع. الثمن ديالها هو 8500 درهم المتر.
والثمن نيغوسيام دائما. اللي بغاها وبغى يجي يشوفها معايا اللي يتصل بيا نحدد موعد مع السيد ومرحبا وألف مرحبا. خوتي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم هذه الشقه هذه كيف ما نالت الاعجاب ديالي، وكنتمنى انكم ما تنساونيش بالدعم ديالكم بارطاج مع الناس ومع العائله، والناس اللي شافوني اول مره كنتمنى انهم يضغطوا على زر سابوني وزر الجرس ليصلهم الجديد. وكنشكر جميع المتابعين ديالي الاوفياء، كنشكرهم جزيل الشكر على هذا الدعم ديالهم اللي مدعميني. اخواني اخواتي حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.